هذه أيضا مسألة في العقيدة، هل الجنة والنار باقيتان أبد الآبدين أو تفنيان؟ طبعا قول أهل العلم السنة أنهم باقيتان، والكلام أتى في النار تفنى أو لا تفنى. يقول قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أما ذكر الخلود في الجنة والنار فهذا كثير في القرآن، لكن ذكر الخلود مع التوكيد بكلمة أبدا هذه وردت في القرآن في حق أهل الجنة أكثر من ورودها في حق أهل النار، بل لم يذكر الله عز وجل في حق النار وأهلها خالد فيها أبدا مع كلمة أبدا إلا في ذات مواضع ذكرها المؤلف. أما الجنة فذكر فيها أكثر، أظن يمكن في 8 مواضع كلمة إيش خالدين فيها أبدا. أهل العلم يقولون لأن جرت العادة أن الناس تحتاج في الوعد التوكيد أكثر من الوعيد، يعني لو قيل مثلا في زيادة رواتب الناس ما تصدق، صار لنا 2 سنين نسمع زيادة رواتب ها، لكن لو جاء خبر سيرفعون مثلا قيمة الوقود أو الكهرباء صدقوا الناس على طول، فالناس تصدق بالوعيد ها أسرع من تصديقهم بالوعد. فناسب أن يؤكد الله عز وجل الخلود في الجنة الخلود في الجنة بقوله في خالد فيها أبدا أكثر من التوكيد في حق النار أن يقول خالد فيها أبدا. قال وما هم منها بمخرجين، يعني الجنة لا يخرجون منها والنار لا يخرجون منها. وسبحان الله، يعني أكثر ما يعكر على الإنسان إذا كان متنعما حتى في أمر الدنيا يعكر عليه لو ذكر أنه سينتقل وأن دوام الحال من المحال، ولو لن يبقى له صديقا ها لا يفارقه أبدا إلا يموت أحد مع الآخر، ولا زوجة ولا أب ولا أم ولا راحة، الكل سيتفرق، لا يمكن، ولا يبقى شبابك ولا صحتك، دوام الحال من المحال، هذه حقيقة. انتبهتم؟ حتى الموت من أوصاف أنه مفرق الجماعات، مفرق الجماعات. فحينئذ يعكر الإنسان يعني متاعه في الدنيا إذا كان مستمتعا مع أصدقاء أو زوجة أو أولاد أو والدين، نعم الله عز عليه ها، لكن أو صحته أو شبابه، لكن كل ذلك لا بد أن يزول. فربنا جل وعلا الخالق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يطمن أهل الجنة وأهل النعيم بأنهم سيبقون خالدين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا. يعني حتى الذي في الجنة في درجة ما يطلب درجة أعلى منها من شدة النعيم، ما يفكر ولا يأتي أنه يريد أن ينتقل. ولو كان أهل الجنة بدرجاتهم يتمنون الانتقال لانتقل الجميع إلى مثل إيش أعلى درجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم يتفاوتون. فحتى من كان في درجة أدنى من غيرها فإنه لا يبغي عنها حولا، لا يطلب تحويلا عنها، لأنه في متاع لهم فيها ما تشتهي أنفس وتلذ الأعين. طيب، فالذي يعني يؤكد النعيم ويطمئن الإنسان في النعيم أن الله جل وعلا يقول أنك إيش على هذه الحال، لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ولكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ويأكلون ويشربون ولا يتبولون ولا تغوضون، وإنما يخرج رشح يعني عرق أطيب من المسك. هذا النعيم، هذا النعيم التمام المقيم. طيب، يقول الله عز وجل أيضا عن الجنة عطاء غير مجذوذ، يعني لا ينقطع مستمر. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، بالدال لا ينفد، وينفد غير ينفذ، ينفذ يعني يتجاوز. طيب، وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين، وكونه أمين إذا لا ينقطع، إذا يهدد الإنسان متى يوم الأيام ينقطع لن يكون أمينا. يقول إلى قول تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، موتة الدنيا. طيب، وغيرها من الآيات، فأخبر تعالى بأبديتها الجنة وأبدية حياة أهلها وعدم قطاعها عنهم وعدم خروج منها، وكذلك قال الله في النار عدم الخروج وأبديتها وبقاؤها. قال الله تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا الموضوع الأول من سورة النساء ذكر التأبيد، خلود مع التأبيد في حق أهل النار.
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا، والسعير اسم أسماء جهنم، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى الآية الثالثة في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال جل وعلا: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذه الآيات كلها تدل على أبدية النار وأن أهلها لا يخرجوا منها، ولكن هذه نار الكفار وهم أهلها الذين هم أهلها الذين يلازمونها فلا يخرجوا منها أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذا لا ينافي خروج العصاة من النار، لأن استفاضت الأحاديث كثيرة على أن أقوام يخرجون من النار. إذن التوفيق بين هذا وهذا، هل هناك ثم من يخرج مع الآيات التي تدل على أنهم لا يخرجون؟ نقول نعم، آيات التي عدم الخروج من النار هذه في إيش حق أصحاب الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هؤلاء أهلها وأصحابها فهم ملازمون لها لا يخرج منها أبدا.